لكن ملهاش عمل على الحرب. ليبيا في حاجة إلينا، والطفل اليوم بالنسبة لنا احنا جميعا اللي يعتبر يوم تاريخي. هدفنا حددنا أهدافنا من خلال الجلوس مع بعضنا حوالي سنة، للرقي من مستوى حماية الطفل في ليبيا. أيضا ينتج عن نشاطنا تقارير ودراسات. الشبكة الليبية لحماية حقوق الطفل تضم في عضويتها منظمات المجتمع المدني، منظمات غير حكومية اللي تعنى بحقوق الطفل، وتضم كذلك نشطاء مستقلين يهتموا بجانب التوعية بحقوق الطفل. احنا تحنا المجال للمستقلين والمنظمات لإحداث زخم، لأن كل ما كان عدد المنضمين في هذا التكتل العدد كبير اللي يهتموا بهذا الجانب التوعية وجانب الدفاع وحماية حقوق الطفل، كل أكيد حيكون تأثيره أكبر وحتكون نتائجه بأسرع، لأن معروف أن منظمات المجتمع مع المدن هي وسيلة ضغط أو وسيلة ضغط على الجهات الرسمية والحكومية إن هي تقوم بدورها، وإن هي ما تبخلش وما تقصرش مع المنظمات المجتمع المدني وتقدم لها المساعدة وتطوير البرامج المشتركة ما بين إحنا كمنظمات وما بين مؤسسات حكومية. إعلان الشبكة وميثاق الشرف هذا اليوم، بارك الله فيكم، تمناه على بعضنا جهود جماعي. احنا ارتقينا المنظمات ونشطاء على مستوى ليبيا نكون نشكلوا هذا الائتلاف بإذن الله لرصد الانتهاكات ومعالجة القصور في التشريعات وزيادة الوعي للأفراد داخل المجتمع، لأن معروف بأن الطفل هو يعتبر شريحة ضعيفة داخل المجتمع، ومصلحة الطفل الفضلة هو الأولى بالرعاية كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل. ولاحظنا وجود الحركة اللي انتم تشوفوا فيها، هي عدد من المنظمات اليوم بينضموا لهذا التكتل لهذا التحالف. بإذن الله نحاول نخرج ببرنامج معين، لأن احنا برنامجنا حيبدا مباشرة في رصد هذه الانتهاكات ووضع التقارير والتواصل ما بين هذه المنظمات وما بين المؤسسات الحكومية، انها ملزمة انها تقوم بدورها في هذا الظروف، وبإذن الله ان شاء الله نحقق افضل النتائج لما يقتضيها مصلحة الطفل والحماية الطفل والدفاع عن حقوقه. سجل اسمه بعدين يخلي يوقع. 16 في الحقيقة وجودنا اليوم هو تتويج للقاءات أخرى عقدناها في الماضي تم الاتفاق فيها على ضرورة تأسيس شبكة لحماية حقوق الطفل من مجموعة من المنظمات التي تعنى بالطفل. في الحقيقة كانت الأعمال مبعثرة وأعمال متعددة وماشية في اتجاهات أخرى، بالتالي نحن نحتاج إلى توحيد الجهود، فالشبكة هي مثال لتوحيد هذه الجهود. تقوم هذه الشبكة بأدوار مهمة جدا في الدفاع عن حقوق الطفل ورصد كل الانتهاكات التي يعاني منها الطفل. في الحقيقة هناك انتهاكات عديدة حدثت للأطفال، وخاصة في هذه الفترات المتعددة التي مرت بها بلادنا من بعض النزاعات والصراعات، بالتالي الشبكة ستقوم بدور مهم جدا، أولا في الارتقاء بمستوى الوعي لدى الناس بحقوق الأطفال، وثانيا للدفاع عن حقوق الأطفال ورصد كل الانتهاكات حتى لا تتكرر في مرات قادمة. شيء بل إن نحن واجبنا نحن حبيبي. أشكركم جميعا، بارك الله فيكم.